Extrahepatic biliary atresia made by any of the following except dark urine, dark colored stool, hepatosplenomegaly. هو يقصد بقى الأعراض بتاعتها كله ما عدا، ماشي، كله ما عدا elevated liver enzymes. هو dark هي هتعمل obstructive jaundice. Obstructive jaundice تعمل dark urine، تعمل clay colored stool مش dark colored stools. هي دي except ماشي، hepatosplenomegaly صح، jaundice صح، elevated liver enzymes صح، ماشي. يلا راجل عنده 19 سنة جيب عنده right upper quadrant يعني stab wound في right upper quadrant ماشي. بعد كده في free float والبيشنت بقى راح للoperating room. بعد كده هيعمل exploratory laparotomy وبعد كده laceration في right lobe في الليفر والgallbladder laceration ماشي. ايه اللي من تحت ده صح؟ ان الجول بلادر انجري بتتعالج بالكولسيستكتومي. ايزوليتد جول بلادر انجري ار كومن. بايل از يوزوال استرايل. ليفر لاسيريشن دازنت ريكواير كلوز سكشن درينج. اثورو اكسبلانيشن از نوت نيسيسري. بليدنج از كونفايد تو ذا رايت اور كوادرنت. عندك اي اختيار محبب؟ هو المشكله ده، انا السؤال ده عدى عليا قبل كده وتقريبا حليته، انا حاسس بس انا مش ان فاكر. isolated gall bladder دي صح. ليه بقى؟ لان الجول بلادر بيبقى قبلها ليفر، فلازم الليفر هيتلطق معاه. انا فاكر ان انا اخترتها كده وكانت صح فعلا. يب. واحد عنده 34 سنة جاي للطوارئ بأكيوت أونست رايت جروين بين ونوزيا وفوميتنج، ماشي. Symptoms occurred after he tried to lift a heavy box. حلو جدا. Physical examination shows abdominal distension و right groin mass that is tender to palpation. What is the most appropriate management؟ يبقى عنده هرنية وفي الغالب نوعها دايركت أو اندايركت؟ لا اندايركت، مش فارقة، ما علينا. Prescribe ibuprofen for the pain and ask him to see his primary physician the following day. هو عنده abdominal distension والبتاع تندر، يعني في الغالب يا strangulated يا obstructive، يعني حاجة هتتطلب ليفل أعلى من الحاجات الـ ibuprofen وكده. Attempt to reduce the hernia and then discharge. Pre-medicate the patient, attempt to reduce the hernia and then instruct him to never lift heavy boxes. Pre-medicate, attempt to reduce and then schedule for an elective. هي دي اللي عجباني. Surgical evaluation for an emergency repair. لو كان peritonitis، لو كان عنده peritonitis كنت هاخد الأخيرة، إنما أنا شايف إن أنا هحاول أرجعها وبعد كده أعمل elective hernia repair. ده معترض؟ واو، طلعت emergency. طب هي تندر عشان ايه؟ عشان تندر. بس يعني بس. ده لوحده كافي ان احنا نقول خلاص حصل obstruction وان هي ممكن تموت او strangulated او غير obstruction. في strangulation غير obstruction عادي. اوكي كل ده بيساعد في الانكريز ذا ابورشن ريت ما عدا اعتقد هو في هنا توبيكو وهايبر برولاكتينيميا قبل البريجنسي وراديشن اكتر من 5 رادز وكوفي اكتر من 4 كابس وكلاس اي 1 دايابيتس ميليتس. اختار كلاس 1 اي 1 دايابيتس ميليتس. هي دي متكرره كمان. واحدة ست عندها 32 سنة بست شهور history of pelvic discomfort to pressure for rectum. The bowel habit has been unchanged. There is no abdominal mass and no rectal abnormalities palpable. Choose the single most appropriate first investigation. The single most appropriate thing. ماشي. بتاع دي كانت جت قبل كده. و لا مش هي دي اللي جت قبل كده. ما علينا.
pelvic discomfort وpressure وpressure على الريكتوم. في الغالب فكر في فايبرويد، فهنعمل مثلا سونار ترانس ابدومينال بيلفيك الترا ساوند سكان، ام ار اي لا، بلين اكس راي لا، فليكس سكندوسكوب لا، اندو أنا معاك. هو ايه طب ثانيه ان اندو انال الترا ساوند سكان لا، ما اظنش محتاجين ناخد هذا الطريق. كروس سيكشنال بنعملها ب كاي سكوير. انت عارف ان دول مش اختبارات. احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، يعني odds ratio is not a test، هخليها كاي سكوير هي value. بي فاليو. ما اقصدش، اقصد ان هو ان هي اصلا مش تيست، يعني ال odds ratio مش بنعتبرها تيست، او ال b value مش بنعتبرها تيست، او بنعتبره value. كروس سيكشنال دي، كروس سيكشنال اصلا ما بتتعملش بالريلاتيف ريسك ولا الاودز ريشيو. انا فاهم، انا مش بتكلم في حاجه من دول، انا بتكلم ان دي مش اختبارات. الاختبارات الكاي ايوه سكور ايوه از تيست. بس هو حاطط كله ده كده، كله اختبارات على بعض ما علينا، ماشي. فانت ايه بقى، هتاخد الكاي سكوير؟ تقريبا. طيب الكروس سكشنال بنشوف بيها البريفالنس، بنطلع بيها ارقام طلع بيها associations على فكرة، او فهو اسيست، ممكن ماشي اسوسيشن. يحط two associations كأنهم two categories two by two وكده، يعني يحطهم في كاي سكوير ونكتب. اوكي نشوف كده، ماشي تمام مظبوط. Rapid correction of fluid in a child with hypernatremic dehydration results in. حلوة دي، راحت فين؟ swelling. يب، ده اللي بيحصل مع rapid correction للهايبرناتريميا. تعرف ايه اللي بيحصل مع rapid correction للهايبوناتريميا؟ shrinkage. ماشي، بس في اسم سندروم معينة بتحصل شكرا. اسمها سنترال بونتين مايلينولايسيس، فاكرها؟ شفتها، انا شفتها قبل كده. بونتاين، انت قصدك بونتاين اللي هي بتاعت بونتين او البونتين. بونتين، هي دي ليها اسم تاني ايوه يا رب، كان اسمها ايه؟ مش فاكر، بس المهم ده اللي بيحصل معاها، يعني مع الهاي مع الرابيد كوريكشن للهايبو. ودي على فكره باي ذا واي، لما كنت بتقول لي قبل كده ان انا عايزني اتكلم في فيديو مستقل عن الكترولايت ابن الماليتز، الهايبو والهايبرنتريميا is the most complicated medical topic I have ever crossed، يعني معقد للغايه، ايوه وفي الجوريزمز كتيره جدا، والى الان نواب بيعانوا مع الموضوع. يعني اكيد. يلا، ولد مولود بقاله 3 ايام، عنده صفرة عادية جدا بس 15 ونص، الدايركت قليل فيها. اديشنال داتا بتقول بقى ايه، ممكن يبقى كل ده ما عدا. طبعا عايزين نختار حاجة تكون سبب بتزود الدايركت. روتر سندروم. هي فين؟ دي؟ قبل الأخير معايا ولا مش معايا؟ معاك، أنا كنت سرحت أصلا للحظة، بس هي صح، الروتر فعلا بتعمل دايركت هايبر بلازميا. تعرف اسم السندروم التاني بتعمل دايركت؟ لا على ما أذكر دوبن جونسون، هما ايوه الاثنين دول اللي عملوا دايركت. ماشي، واحدة ست عندها 26 سنة جاية بي. طب المرة اللي مين الاثنين اللي بيعملوا بقى ان دايركت؟ جيلبرت وكليجلر نجور. يا ولد ماشي، جيلبرت وكريجلر ناجور. انا بس بقول عشان الصوت عندي في الغالب اوضح. واحدة عندها 26 سنة جاية ب 3 سنتي فري موبايل ماس في الرايت بريست، الماس اكسايزد، الهيستولوجيك سيكشنز reveal a tumor composed of mixture fibrous tissue wet ducts with no increase في cellularity أو mitosis. Which of the following is the most likely diagnosis؟ طيب يعني عبارة عن ducts و fibrous tissue.
Atypically ileal hyperplasia, benign fluidus tumor. فلويدس مش في السن الصغير ده. Fibroadenoma يعني أفضلهم طبعا. Malignant fluidus tumor, medullary carcinoma. لا أنا بقول fibroadenoma. يلا Which of the following list incorrectly ranks contraceptive؟ عايز يشوف الكونتراسبشن دي من من الأقوى للأضعف. ماشي أقوى واحد الأورال كونتراسبشن. يا راجل، أقوى من الـ IUCD؟ بقول لك إيه، ما قلبي هيضعف وأقول لك لا الـ ICD أقوى. أنا بقول الانترنت راين ديفايسز يعني is very very reliable. هي طب ما يعني الحبوب من الحمل وحشة، حبوب من الحمل حلوة. أقول لك ليه؟ لأن هي ممكن تنسى، انما التاني ده موجود مش هيروح اي حته يعني. بس كميكانيزم الأورال كونتراسبشن أحسن. طب كمل، شوف انت عايز ايه. انا مش بص يا، أنا هاي أنا أجيبها من الآخر، أقل واحد بيبقى الرزق. طبعا ماشي اوكي، يبقى فكك من السؤال الرابع. وبعد كده السبرمسايد ده اللي بيبقى قوي، تمام بعد كده الدايفرام. تمام طيب فاحنا دلوقتي ماشيين في انهي، بين الاختيار الاول وبين الاختيار الثالث، صح؟ لا، بين الاختيار الثالث وبين الاختيار الاخير. التالت الاخير ماشي. ده فيجنس بين سايز ريزم. ماشي صح، هتبقى ايه بقى؟ مين الاقوى هختار بقى؟ السي وسي، انا هختار السي وسي تبقى اقوى. ماليش دعوة بقى، ما براحتك تدخلنيش في تفاصيل. براحتك ماشي، بس لو طلعت غلط هرجع اصلحها. واو ده طلع واو. طب ليه الكومبايند يعني الكومبايند اورال كونتراسبتيفز اقوى من الاي يو سي دي؟ الـ ICD ده مجرد بارير ميكانيكال، فممكن سبيرم قوي حلو كده يعدي و... maybe. يلا انما سي يو سي اصلا مش من هتطلع له من اوفر. فوق ماشي، من اللوب من فوق يعني الاكسس من ايوه فوق. ماشي يا سيدي، حلو والله المعلومه. management of asymptomatic bacteriuria includes expectant management, induction of labor antibiotics, diuretics, intravenous hydration. علاج الـ asymptomatic bacteria لازم تاخد antibiotics، الواحد بيبقى دماغه فين وبيكره الحاجات دي. واحدة ست كبيرة عندها 63 سنة، ما شاء الله بتشرب 40 باك يير سموكي، حاجة كبيرة كده. ما علينا، المهم بقى المهم كنترول كمان تايب 2 ماشي، وبيجي لها كرام رايت كف مع ده 400 متر، يعني عندها دلوقتي كولوديكيشن تمام، بس بتروح بالريست، دي حاجة حلوة. بعد كده اجريفيتد بقى، ان هي لما بتيجي تطلع تتسلق جبال ما شاء الله. ايه احلى، ايه احلى مانجمنت ليها، تتهد تقعد في البيت. هو سكر قبل كده موديفيكيشن اوف ريسك فاكتورز بالظبط، لان السكر والسموكينج ممكن نظبط الامور. ريسبيرتوري فيلير يجي لما سي 2 يكون اعلى من 60. ال 60 على راي المطري هو الرقم السحري، لو سي 2 عداه او الاو 2 قل اوكي. عنه فخلاص كده ريسبيرتوري فيلير. يلا ايديال انفيوجن فلويد لكوركشن الهايبوكاليميك الكالوزس للبايلوريك اوبستراكشن بنعمل ايه؟ هتدي نورمال سلايم ثانيا ولا ايه؟ ثانية بس ثواني بس، ثواني ثواني، بايلوريك اوبستراكشن هتدي امونيوم كلورايد. لا دي الكالوزس، مش هينفع امونيوم كلورايد، ندي بوتاسيوم كلورايد. طب انت عارف، ثانية واحدة بس، انت عارف البيولوجيك اوبستراكشن اللي هو في الأطفال اللي هي التشيبس يعني ايوه كونجنتال ايوه بتعمل ايه؟ نوع ال ميتابوليكال كالوزس صح؟ بتعمل تعرف تقول الاسم الكامل ليها؟ هايبوكلوريميك. هايبوكاليميك هايبوكلوريميك ميتابوليكال كالوز. ايوه يعني الاثنين قليلين، فهندي له بوتاسيوم كلورايد.
فده ده كده ده كده اختيار كويس، انما الباقيين مش مفيش حاجه فيهم لا ايوه تعوض البوتاسيوم ولا تعوض الكلورايد. رونج انسر، نورمال سلاين. انا كنت حاسس ان انا طب ليه بقى؟ عارف ليه؟ انا رايي ليه بقى، مش عشان البوتاسيوم، عشان هو عشان مدوبه الكلور في دكستروز، او يعني ايه؟ مدوبه في جلوكوز، مدوبه في جلوكوز لا ومش اي تدوب في 59% اللي هو الرقم مستفز يعني. رقم عالي جدا، يعني دخله في ايوه هايسيميا غالبا. وهو دي حاجه. الحاجه التانيه، ما تنساش ان كده كده الولد ده عنده دي هايدريشن بسبب الفوميتنج كتير ده، والدي هايدريشن او يعني النورمال ساين ساعتها هيبقى الاختيار الامن مقارنه بالباقيين. هسيبها زي ما هي، بس هي النورمال سلايم هو الاختيار الصحيح. ماشي، بس احنا لازم نعوض البوتاسيوم والكلورايد لو يعني قالوا عن رقم كبير. يلا قول انت. ماشي. characteristics of hypernatremia dehydration: صوديوم in serum 170، واو عالي ده، و10% loss of body weight are all the following except. except low blood pressure وقول الباقيين بقى. convulsions, thirst, hyperactivity. خلاص صح، احنا كنا قلنا سي ان اس صوديوم. infantile rickets could be diagnosed by normal calcium level صح ولو phosphorus ماشي وبعد كده low calcium ونورمال ولا هاي. بص هما الاثنين لازم يبقوا عكس بعض وهنختار ان هاي هي هاي فوسفورس ولو كالسيوم. هاي فوسفورس، هي فين دي اصلا مش موجوده. الريكتس. هو الاثنين يا ابني، ثانيه بس، الريكتس دي بيبقى مشكله في الابزوربشن. يعني الانفنتاير ريكت انت بيبقى عندك مشكله مشكله في المشكله في ان مش بتتعرض للفيتامين دي، مش بتتعرض للشمس، فما يعرفش يكون فيتامين دي، فيقل الابزوربشن. يقل الابزوربشن ده الاثنين اختار بيقل اول واحد. نورمال انا كالسيوم. حاسس ان هو ما مش محتاج كالسيوم لا الاثنين. لا، بص انا هاخد انا تاني واحدة، ماشي تاني واحدة هاي كالسيوم طبعا غلط، فالتلاتة دول غلط. ماشي هما دول غلط بس ان هي الاولى ولا التانية دي مش نورمال حاسس كالسيوم، ان هي الاولى. انا حاسس مش عارف لا مش فاكر لا بس لا، بيبقى لو كالسيوم يا اخي، ريكتس لو كالسيوم. نورمال كالسيوم ازاي الواحد نسي انا فاكر ان هو نورمال كالسيوم ما محتاجش كالسيوم. كالسيوم بيبقى طبيعي في الريكتس. I'll be right back. هروح اجيب بقى ايه، انا كنت في ستيب 1 و2 بذاكر من الفيل ستيت، فانا مقطعه، فده الماسكل سكيلتال يعني. انا فاكر طبعا دي اسئله مشهوره، حته ال اخبار الكالسيوم والامور دي يعني. اوستيوماليشيا وريكتس، ينقص الفيتامين دي فيقل السيرم كالسيوم فيزيد الباراثايرويد هرمون فيقل السيرم فوسفورس، وبالتالي هيكون الخلاصة ماشي، هيكون الخلاصة كالآتي: الفيتامين دي قليل، الكالسيوم قليل، لو كالسيوم. والله يا عم شيكو فكك منهم، ازاي يعني يكون الفيتامين دي قليل والكالسيوم طبيعي يعني؟ انما الفوسفرس هو كمان قليل، لان انت لما هيزيد الكالسيوم هيزيد الباراثايرويد هرمون لما بيزيد بيقلل الفوسفرس لانه بيطرده عن طريق الكدني اصلا. وعلاج الريكتس كمان، علاج الريكتس ايه؟ كالسيوم وفيتامين دي. ليه تدي له كالسيوم لو هو عنده نورمال كالسيوم ليفل؟ doesn't make sense. بس أنا فاكر من الأطفال إن الكالسيوم ما كانش بيبقى مشكلة. والله لا ربما، احنا هنا
في الحالات في دي لا. نوعين من الريكتس، في نوعين من الريتكس من الريكتس، في كالسيوم ديفيشنت ريكتس وفي فيتامين دي ديفيشنت ريكتس. والله احنا انا بقول نرجع الموضوع للجمهور لحد يعرف ليه الموضوع ده في الكومنتات في الكومنتات.